بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم أموال مصرية. والنهاردة حلقة يوم الثلاثاء بتاريخ 2 أكتوبر 2018. في حلقتنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن نجاح العلاقات الدولية بقيادة القيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثرها على الاقتصاد المصري. هنتكلم عن ملف الزيارات الخارجية، ملف العلاقات الدولية الخارجية وتأثير ده على التنمية الاقتصادية وبالتالي على كل مواطن في جمهورية مصر العربية. ده يكون حوارنا إن شاء الله بعد الفاصل، لكن هنبدأ في فقرتنا الأولى بأهم الأخبار الاقتصادية. الحقيقة احنا معانا خبرين مهمين جدا. الخبر الأول هو هيئة الرقابة المالية بجمهورية مصر العربية تحصل على جائزة الرقيب الأكثر ابتكارا لعام 2018 على مستوى قارة أفريقيا. الحقيقة أن ده خبر مهم جدا، ولأول مرة تحصل الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الجائزة، وطبعا تم تسليمها من قبل مؤسسة أفريكا انفستور، ده كان في بورصة ناسداك في مدينة نيويورك، وتم تسليم الجائزة للسيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. سريعا هقول لحضراتكم المقومات اللي أدت إلى فوز جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة الرقابة المالية بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا على مستوى قارة أفريقيا لعام 2018. من ضمن الأسباب المهمة جدا رقم واحد هو تفاعل الأطراف أو كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المصري بشكل إيجابي مع هيئة الرقابة المالية. هيئة الرقابة المالية لا تعمل لوحدها أو بشكل منفرد أو بمعزل عن السوق وكافة الأطراف ذات العلاقة. رقم اثنين هي إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال والتي سعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إنجازها. رقم ثلاثة التزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة عبر زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ. رقم أربعة من ضمن المقاومات الرئيسية اللي أدت إلى فوز هيئة الرقابة المالية هو اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التي تحمي حقوق المساهمين مثل الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة. رقم خمسة وضع رؤية مستقبلية. الحقيقة كان دكتور محمد عمران عمل استراتيجية قومية طموحة لمدة 4 سنين من 2018 ل 2022 تتواكب مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية. رقم ستة وتحسين معدلات النمو الشامل ومعدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. رقم سبعة توظيف الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية ذات الرقابة الأكثر دقة على أسواق المال. رقم 8 هو تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الرقابية الدولية لشفافية وكفاءة أسواق المال في جمهورية مصر العربية. ده الخبر الأول، ونهنئ جمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية. الخبر الثاني أيضا من هيئة مكملة للاقتصاد وهيئة تدعو للاستثمار في مصر، وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. الحقيقة وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للاستثمار في الأردن، وكمان رئيس الهيئة موجود مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال وجمعية رجال الأعمال المصرية ومجلس الأعمال المصري الأردني. ينضم إلينا عبر الهاتف من الأردن السيد الدكتور يسري الشرقاوي عضو مجلس الأعمال المصري الأردني وعضو رجال جمعية رجال الأعمال المصرية من الأردن، يحدثنا عن هذه الزيارة وصدى هذه الزيارة على الاستثمار في مصر. مساء الخير دكتور، وأهلا بحضرتك من الأردن معانا في أموال مصرية. اهلا بيك استاذ احمد، اهلا وسهلا بيك وكل متابعينك. اهلا بحضرتك يا فندم. ارجو اطلاع الساده المشاهدين على هذه الزياره والوفد المرافق لسيادتك، والموضوع انك بيتم مناقشه ايه والاثار المترتبه على هذه الزياره وزيارات اخرى ان شاء الله. احنا في الحقيقه وفد من جمعيه رجال الاعمال المصريين بيضم الساده الرئيس الفخري للجمعيه المهندس صبور والمهندس على رئيس الجمعيه ومجموعة من رجال أعمال المصريين في اجتماعات الثورة العشرين لمجلس الأعمال المصري الأردني. تمام. يمكن معانا بصحبتنا أيضا فريق حكومي ممثل في رئيس هيئة الاستثمار التنفيذي السيد محسن عادل ووكيل الوزارة للتفسير التجاري الأستاذ أحمد عنتر. في الحقيقة الهدف الرئيسي من الزيارة هو دعم وتنصيب العلاقات التجارية الأردنية مع رجال أعمال أردنيين من خلال جمعية رجال أعمال أردنيين وهيئة الاستثمار المصرية. قدمت عرض تقديمي رائع شرحت فيه الفرص الاستثمارية وما أحررته مصر من خطوات متقدمة في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحدثنا عن الفرص المتاحة أمام الاستثمار الأردني وكيف نستطيع التعاون والتكامل بين الاستثمار المصري والاستثمار الاردني لغزو الاسواق الافريقيه. طيب دكتور يسري، سؤال بس اخير لحضرتك، نظره رجال الاعمال الاردنيين لاهم القطاعات الواعده في الاستثمار في مصر.
الكل بيتكلم على الصناعات الخاصه بالادويه والصناعات الغذائيه والمشاريع النقل ومشاريع البنيه اللوجستيه تحديدا في منطقه ينبع. هناك تفكير من الجانب المصري وتخطيط لعمل منطقه ميناء كبير محوري في منطقه ينبع، وبالتالي هذه المنطقه تقترب من المنطقه الاقتصاديه لليوم وتقترب من السوق الاردني ومن السوق المصري، وبالتالي هي واحده من المحطات التنمويه الاستثماريه في المرحله المقبله. ده كلام كويس قوي دكتور يوسف. الحقيقه احنا في انتظار حضرتك وعوده حضرتك بالسلامه ان شاء الله من الاردن عشان نتكلم عن تفاصيل هذه الزياره وما تم عرضه وردود الافعال من قبل رجال الاعمال الاردنيين والمشاركين في هذا اللقاء الهام. شكرا دكتور يوسف الشرقاوي عضو مجلس الاعمال المصري الاردني كان معنا من الاردن عبر الهاتف. الحقيقه دي كانت فقرتنا الاولى سريعا بنختمها مع حضراتكم، وده كان اهم خبرين النهارده ممكن نعرضها لحضراتكم في هذه الحلقه، وهنتكلم بعد الفاصل مع ضيف كريم هو الدكتور طارق سعيد استاذ العلوم السياسيه عن نجاح ملف العلاقات الدولية والسياسات الخارجية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثره على التنمية الاقتصادية بعد الفاصل في أموال مصرية.